منذ انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم في العام 2011 يتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط في التمويل بعدما فقد معظم الإيرادات النفطية والتي وصلت قبل الانفصال إلى نحو 30 مليار دولار. الحكومة السودانية اتجهت نحو رفع الدعم عن المحروقات، ارتفاع كانت نتائجه زيادة مضطردة لأسعار السلع في مؤشر على فشل الحكومة في طرح سياسات نقدية ومالية فعالة. الإجراءات احنا عملناها هي كانت تقشفية بالنسبة للجمهور. الإجراءات الثانية المطلوب استمرار فيها تقشفية بالنسبة للحكومة. ودي طبعا فيها صعوبة بالذات في ظروف زي ظروفنا دي، ودولة بتواجه تحديات وفي موضوع بتاع عدم الاستقرار في بعض الأجزاء من الوطن. فلذلك تخفيض الإنفاق، لما نقصد إجراءات تقشفية نقصد بها تخفيض الإنفاق الحكومي، هذا شيء مطلوب وضروري جدا. وفي ظل الانخفاض الحاد في الاحتياطي من النقد الأجنبي، تدخل بنك السودان المركزي وللمرة الثانية خلال عام واحد وقام بخفض سعر الجنيه بأكثر من 22%، ما أفقد العملة المحلية قوتها الشرائية. محاولات الترقيع التي تقوم بها وزارة المالية أو الجهات الاقتصادية في الدولة جميعها لم تكن مجدية ولم تأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد السوداني. المحاولة الأخيرة لتخفيض قيمة الجنيه السوداني إنما هي في الواقع تعكس أن هناك ارتفاع عالي جدا في نسبة التضخم، وتفقد الجنيه السوداني الكثير من قوته الشرائية. التأرجح في سعر العملة المحلية زاد في معدلات التضخم التي تجاوزت 40% دون ما حلول واضحة من الحكومة للتحكم بالضغوط التضخمية. الفشل في إنفاذ سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي الذي أعلنته الدولة في السابق وحسب خبراء اقتصاديين أدى إلى تدهور الاقتصاد السوداني ليصل إلى ما هو عليه الآن. طارق التجاني، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.